خلينا نروح معاكم لموضوع اخر. امبارح كان حفل ختام مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه في دورته ال 13. مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه واحد من اهم المهرجانات السينمائيه في القاره السمراء. طبعا كاميرا صباح الخير يا مصر كانت موجوده هناك ونقلت لنا حفل الختام. في الواقع أننا شاهدنا مجموعة من أفلام أفريقية، ما يسمى بأفريقيا السوداء أي جنوب الصحراء، أفلام جيدة وجادة حقيقة، ونحن حرنا من سينال هذه الجوائز. فشاهدنا هذه الأفلام الرائعة والجميلة جدا، لأننا كنا نجهل حقيقة العادات والتقاليد ديال إخواننا وأشقائنا الأفارقة، لم نراهم ونشاهدهم إلا من خلال الأفلام السينمائية ومن خلال المهرجان. فالفيلم الذي نال الجائزة الكبرى الآن هو فيلم سوداني وداعا جوليا. هذا الفيلم أنا شخصيا أعتبره من أهم وأفضل الأفلام ما شاهدت. اولا المهرجان انا شايفه ان هو بيتقدم، انا ما حضرتش قبل كده لكن بقاله 13 سنه، يعني اكيد من دوره لدوره في تقدم، لان من يوم ليوم في حاجات جديده بتطلع وافكار جديده بتطلع، وتضامن الشعوب الافريقيه حاجه عظيمه جدا، تنوع الثقافات، تبادل لغات، افكار، كل حد عنده الثقافات بتاعته وبلد عنده، وكون ان هو يتعمل في الاقصر هو لازم يتعمل في الاقصر لان احنا قلب افريقيا، يعني احنا لازم يتعمل في الاقصر. مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه مهرجان كبير جدا، ونحن سعيدين باننا شاركنا فيه، وليس الفوز فقط، للموضوع ما فوز او غيره، كل من يشارك أو يشاهد في مهرجان الأقصر هو فائز بشكل أو آخر، لأنه دي القوة الناعمة اللي نحن عايزين نحرك بها أفريقيا نحو الأمام يعني، ونتفك من المستعمر القديم وكده. فيلم وداعا جوليا بتناول قضية انفصال جنوب السودان، وبتناول العنصرية، وبتناول اضطهاد المرأة، فيه جوانب كثيرة في المجتمع السوداني، وهو كان مفروض يكون قبل كده لكن لظروف كثيرة تأخر هذا الفيلم، ولكن برضه هو ما زال مهم جدا بالنسبة للمجتمع السوداني لأننا بنعيش مشاكل متواصلة.